عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عقد اجتماعا موسعا مع بعثة البنك الدولي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية وسياسات الغذاء. وأشار وزير التموين إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع، مؤكدا أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة وأهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة. هذا وأشاد كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك بالتعاون مع وزارة التموين، معتبرا بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة. وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.